يبحث آليات للتعزيز حركة السياحة مع المملكة العربية السعودية. وزير السياحة الدكتور خالد العناني كان بيقابل وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب. إيه شكل التعاون؟ هل المسألة لها علاقة بالعاملين؟ أيضا تم الحديث عن العاملين في المملكة العربية السعودية، هل في جديد؟ هل في جديد بالنسبة للعمرة؟ تفاصيل كتير عايزين نعرفها من دكتورة سهى بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار. دكتورة سهى مساء الخير فن. ألو ألو دكتورة سهى، دكتورة سوا سمعيني ولا مش سمعيني؟ طيب نحاول كده نتواصل تاني مع دكتورة سوا. محتاجين نعرف بشكل التعاون، هل في جديد في مجال السياحة ما بين القاهرة والرياض، ما بين المملكة العربية السعودية وما بين مصر طبقا لهذا اللقاء لتعزيز حركة السياحة مع المملكة العربية السعودية؟ ده موضوع قلت لحضراتكم نحاول كده نغطيه. وأيضا قلنا طيب دكتورة سوا مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا بيكي دكتورة سهى. دكتورة سهى، شكل اللقاء هل كان في جديد خاص بما يتعلق بالعاملين في المملكة العربية السعودية وعودة العمالة المملكة العربية السعودية، مسألة العمرة والتطعيم، هل اللقاء تطرق لهذا؟ لا الحقيقة هو اللقاء كان يعني لقاء يعني يتعلق بأوجه ما بين المملكة العربية السعودية وما بين وزارة السياحة المصرية أو الدولة المصرية. مش سامعة حضرتك دكتورة سوا. أيوه معاني حضرتك يفهموا؟ لا كده يعني تفضلي. طيب كان أهمها طبعا التعاون خلال المكتب الإقليمي تم افتتاحه مؤخرا في المملكة العربية السعودية. نعم. المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية وكيفية الاستفادة من خدمات هذا المكتب لخدمة طبعا السياحة في الوطن العربي كله. والحقيقه طبعا يعني كمان تم مناقشه اوجه التعاون بين البلدين في كيفيه تبادل الخبرات ما بين البلدين في مجال التدريب والتاهيل، لان طبعا حضرتك زي شاهدنا الفتره اللي فاتت مصر بتشهد يعني نهضه سياحيه كبيره جدا وتنمويه كبيره جدا، وكمان المملكه العربيه السعوديه عندها نهضه تنمويه في مجال السياحه كبيره جدا، فكان ده اطار المؤسسات التي دارت. طيب انا بحاول يعني بسمع بصعوبه دكتوره سوا باجت.